الكاتبة هدى أنور أطلقت مبادرة المعتكف الكتابي، وهي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، حيث يتم تخصيص المعتكف الكتابي للكتاب والأدباء الباحثين عن زاوية ما تحث على الوحي والإلهام خارج حدود هذا العالم الصاخب داخل حدود القاهرة. المعتكف الكتابي هو عطلة قصيرة لكل عشاق الكتابة ولكل من يعلم أن قلمه هو رسالته، ولكنه لا يعلم من أين يبدأ أو بدأ بالفعل ولا يدري كيف يواصل الكتابة. إنها عطلة يولد فيها كتاب جديد وتعطي دفعة إبداعية للكتاب والذين هم بصدد إنهاء مشاريعهم الكتابية. المعتكف الكتابي يأخذك في رحلة كتابة قصيرة ويدخلك إلى هذا العالم الذي يبدأ بفكرة ما، وقد تتحول هذه الفكرة إلى عمل إبداعي يخرج إلى النور فيغير العالم. الحقيقة فكرة بديعة، شفنا التقرير المكان كمان اللي اختاروه أصحاب هذه المبادرة وبيتكلموا على أنه لازم يكون في مكان خاص لتعلم حرفة الكتابة ووجود الموهبة وتنمية المهارات في الجزئية دي مهمة جدا، لأنه ده من خلال الحوار اللي بيدور ما بين هؤلاء الفنانين والكتاب بيحصل مجموعة من الأفكار الجديدة. مين اللي بيستفيد منها؟ احنا كمواطنين تستفيد منها الحالة الثقافية في مصر. اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم، برحب بالروائي محمود فريد من احد رواد هذه المبادرة، مبادرة المعتكف الكتابي. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا بحضرتك. المكان بديع جدا، مكان جميل جدا. ده فين المكان ده؟ مكان موجود في دهشور. قدام هرم دهشور بالظبط. هو يعني زي نزل كبير كده موجود فيه غرف كتيرة ومجهز يعني للسكن فيه. كل حاجة فيه تقريبا جميلة بصراحة. المكان بسيط جدا، حتى الأكل اللي كنا بناكله هناك بسيط جدا. انت بتعيش حياة إلى حد ما بدائية بعيدا عن بقى كل حاجة. حتى هناك مفيش شبكة، ترجع لحياة الـ مفيش شبكة حتى انك تتواصل مع أحد. كمان مفيش تليفونات، شبكة منعدمة. فانت حتى التواصل مع الغير بيكون مش يعني متاع. انت بتوصل لحاله من التركيز اللي تصل احيانا ل 90%. انت مش محتاج تتركز، انت ساعتها بتوصل لدرجه صفاء اكتر من تركيز. ولما فعلا بتلاقي عقلك صافي خالص، بتخلص من كل حاجه شغلك، انت بتلاقي مش محتاج انك تركز، هي بتطلع بقى. هي كل حاجه بتطلع. كلمنا عن المبادره من فضلك. تمام. هي المبادره طبعا عن طريق كاتبه هدى انور. هي بدات تقريبا، بنتكلم دلوقتي داخلين على سنه تقريبا، وهي كان الهدف منها هدى لما فكرت في الموضوع ده. انا ما كنتش بدات معاها الموضوع، انا بالصدفه كنت على الفيسبوك، وكان انا كنت اوريدي بكتب روايه، الروايه دي بقى لها سنتين بكتب فيها. واجهتني مشكله اني وصلت ل 75% من الروايه ومش عارف اكمل الروايه. حصل فكره اللي بنسميها في عالم الكتابه البلوك، انت مش عارف توصل لنهايه الروايه. الافكار وقفت، افكار وقفت. تسلسل الافكار وقف، بدات تحس ان انت مش عارف تكمل الروايه. والدرجه دي كان فعلا الاحباط عالي قوي، لان انا تعبت على مدار سنتين ومش عارف اوصل لفين ومش لاقي حد يساعدني، ما كانش في حد في الوسط او حد من حواليا يقدر يساعدني. وبالصدفه وفعلا اليوم ده انا تقريبا كنت خلاص قررت اقفل الفيسبوك. بفتح الفيسبوك ببص لقيت حاجه اسمها المعتكف الكتابي. الاسم نفسه شدني، لاني المعتكف الكتابي مش ورشه كتابه بالمعنى المتعارف عليه، لاني كتير شفت ورشه كتابه للكاتب كذا، ورشه كتابه للكاتب كذا، بس انا مش عايز اروح اتعلم كتابه، انا عاوز حد يهيئ لي الجو اللي يخليني اكمل كتابه، يطلع الافكار اللي موجوده دي. كلمت مع هدى عن طريق التليفون، تواصلت معاها مباشره وحكيت لي عن الفكره، ورحبت جدا بوجودي معاها. قالت لي تعالى نشوف نقدر نعمل ايه مع بعض.
احنا عندي اول مره هي كانت هدى تجربها، فقالت لي انا مش هقدر اوعدك اللي ممكن تطلع بيه، بس تعالى ونشوف. هما 3 ايام، 3 ايام دول ممكن يغيروا اللي جاي، وممكن كل حاجه تفضل زي ما هي، زي ما انت موجود دلوقتي. وبالفعل جمعت مجموعه، وهي بطريقه غريبه خلت المجموعه نفسها فيها تناسق غريب من ناحيه كل حاجه. فعلا احنا كلنا ما نعرفش بعض، ومره واحده لقينا نفسنا في مكان بعيد عن كل حاجه احنا نعرفها، مكان اول مره نشوفه، مع ناس اول مره نقابلها. كان في الاول التوجس من فكره ان احنا مع ناس ما نعرفهمش. وبعد تقريبا مرور يعني ساعات قليله جدا، حصل فعلا روح غريبه في المكان، روح المكان وروح الفريق اللي كان موجود طاغت على كل حاجه. هي المعتكف الكتابي مش بيعلمنا ازاي نكتب، هو بيخلي الاراده اللي جوه عندك، انت عاوز تكتب ومش عارف تعمل ايه، هو بيحطك على اول الطريق، لكن مش بيمشي معاك لحد اخر الطريق ان هو يعلمك الكتابه. لاننا احنا مؤمنين ان الكتابه مش هينفع اعلمها لك، لان كلنا عندنا الامكانيه نكتب، نعرف تمسك القلم هتعرف تكتب. مهم ازاي تشكل الافكار اللي في دماغك. فقعدنا 3 ايام. دي بتيجي ازاي يا استاذ محمود؟ يعني ازاي اشكلها؟ ازاي ان انا يبقى عندي فكره واقدر اشتغل عليها؟ دي اكيد بيبقى فيه حوار بينكم وبين بعض، اكيد، لانها لا تعلم الحقيقه. اكيد. هو ممكن اللي بيتعلم شويه هو اللي بنسميه التسلسل بتاع الكتابه. التعليم البسيط هو بنيه الروايه عامله ازاي. المفروض يكون مفيش حاجه مفروضه في الكتابه. واحنا مؤمنين بده. وهو ده كانت على طول مصممه ان هي توصل لنا الفكره دي، اني انا بقول لكم حاجه بس لما تخرجوا من هنا مفيش حاجه اسمها مفروض. لان انت وانت بتكتب لو حسيت انك مفروض عليك انك تكتب حاجه، هي راحت ميزه الكتابه. الكتابه انا بشوفها عامه بالنسبه لي هي نوع من انواع العلاج اكتر من ان هي حاجه انك تخرج من جواك افكار او مشاعر على الورق. ده فعلا اكتر طريقه ممكن تتعالج بيها. وانا لما ابتديت اكتب، انا ابتديت اكتب بسبب الهدف ده، وما كانش في نيتي ان في الاخر اشوف عندي روايه منشوره وموجوده في المكتبه. وفعلا كانت رحله علاجيه يعني من اروع ما يكون. هو اللي حصل في الفتره دي ان انا دخلت المعتكف، وانا كنت بقول له هدى انا بصراحه مش مؤمن ان انا هخرج من المعتكف بالحاجه اللي تخليني اكمل الروايه. بس اللي حصل ان لما خرجت بعد الثلاث ايام، الطاقه اللي كانت عندي هي فتحت السبيل لكل حاجه تطلع. اللي انا كتبته في سنتين كملت الروايه وخلصتها في اقل من شهر ونص. والجزء اللي انا كتبته بعد المعتكف كان مختلف تماما عن الجزء اللي انا كتبته قبل المعتكف، وخلاني ارجع اراجعه تاني، لان انا كتبته يعني بروح جديده، بعقل جديد فعلا. ما دخلتش المعتكف عشان اتعلم تكنيكس او ازاي اكتب، بس التدفق بتاع الافكار اللي خرج في خلال الثلاث ايام دول انا فعلا ما كنتش هقدر اعمله غير وجودي في المكان. جميل. حصل تغيير داخلي كامل لحد دلوقتي موجود. مجموعه فعلا من الطاقه، هي مجموعه الطاقه، هي الطاقه. الطاقات اللي جوه الانسان. طيب هل في نفس النموذج ده في الخارج بيعملوا بيشتغلوا عليه بالشكل ده؟ هو النموذج اللي متعارف عليه اللي انا اعرفه هو فكره ورشه الكتابه. ان انا بجمع ناس ممكن يكونوا اوريدي عندهم مشاريع بيشتغلوا عليها او عاوزين يتعلموا الكتابه. اللي انا مؤمن بيه جدا ان بجد، واللي انا اعرفهم عن طريق المعرفه الشخصيه، اللي دخلوا فكره ورشه كتابه هم خرجوا منها زي ما دخلوا. ليه؟ لان هم دخلوا معتقدين ان هو هيتعلم كتابه، لكن هو خرج بماتيريال فيها انت الروايه المفروض تكون عدد كلماتها كذا، بتبتدي بكذا وبتنتهي بكذا، وبناء الشخصيات بدايه وسط نهايه. لكن انا عرفت ازاي اكتب. طب فين الفكره اللي هتخليني اكتب؟ فين الفكره اللي تجذبني وتخليني؟ طب الفكره دي بتيجي ازاي؟ عن طريق مشاهده حياتيه هي، ولا ممكن يكون في كاتب ميال قوي للخيال فيتحرك في الجزئيه دي هي الكتابه. انا اللي انا شايف فكره ان الكاتب لازم دايما تكون عينه عباره عن كاميرا، ودانه على طول سبيكر شغال. فعلا انت بتمشي كل حاجه بتلقطها، سواء في الشارع، في مكان شغلك، في بيتك، هي ممكن تترجم لفكره. الخيال لازم ليه وجود، والتجربه الشخصيه اكيد ليها دور قوي، لان انت لما بتكتب عن تجربه شخصيه او حاجه انت عشتها، اكيد هتنقلها، درجه نقلها بصدق هتكون اعلى كتير من انك تنقلها عن غيرك. وهو ده الهدف. انت يعني هو الكاتب انا بحس ان هو تشكيله من كل ده، تجربه شخصيه. وده كان فعلا نجيب محفوظ بيقول عليه ان هو كل كتاباته فيها جزء من تجربته الشخصيه، لازم يكون فيها لمسه منك. مش لازم تكون كلها، انا مش بنقل حياتي الشخصيه، مش بسطرها، بس التجربه الشخصيه ومعاها الخيال. في ناس كتير تقول لك انا اللي بكتبه على الورق بيكون هو اللي تمنيته وما قدرتش احققه. في ناس بتحقق احلامها. صحيح. على الورق، وده من اجمل الحاجات. انك كمان لما تكتب وحد يقرا الكلام اللي انت كتبته تلمس فيه جزء. وهو ده اللي انا كنت شايفه من هدفي من الكتاب. انا مش عايز اعمل كتاب عشان الناس تقرا وتقول حلو او وحش، بس انا عاوز لما تقرا كل صفحه
تلمس في كل سطر بتقراه حاجه حصلت لك، حاجه انت حسيتها. قول لي احنا وصلنا لفين من حجم القراء، بنزيد ولا بنقل؟ التهافت على القصص الروائيه شايفه ازاي؟ وانا بتكلم الحقيقه مع شاب من شباب الروائيين، لانه بالتاكيد انت بتقع في حقل من الشباب موجودين، دي الفئه اللي انت بتتعامل معاها. بالظبط. طمني على الجزئيه دي من فضلك. هو الجزء الاول يعني الجزء ده بالذات كان غير مطمئن تماما بالنسبه لي اول ما ابتديت اكتب. أي. ليه؟ لاني اصلا فكره ان الناس اللي حواليا لما قلت لهم فكره ان انا هكتب روايه، طبعا هي اتقابلت مش هقول باستهزاء بس هزار الشباب، يعني مزار انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ وبعدين بعد ما تعمل، هو الكتابه بتاكل عيش. فاللي انا متاكد منه ان الفتره اللي فاتت على مدار السنين القليله وخصوصا من بعد سنه 2011 هو حصل طفره في نسبه الناس اللي بدات تقرا، وده ملاحظ جدا على السوشيال ميديا. ان بقى في منتديات كتيره قوي، في صفحات كتيره قوي للكتاب وللناس اللي بتحب القرايه، فده حصل فيه طفره كبيره جدا. بس هي المشكله الاكتر في كده واللي انا شايفها هي العائق اللي عندنا في مصر، هو نصيب الفرد اصلا من ميزانيه وزاره الثقافه في مصر اللي هي ما تتعداش 185 قرش، ده بعد ما زادت. فلما اجي ابص ان جميع الدول العربيه بتنتج تقريبا في السنه 5000 كتاب، كل الدول العربيه، وامريكا لوحدها بتنتج ما يتعدى 300,000 كتاب. لما لحد 2013 تقريبا كان القارئ العربي بيقرا بمعدل 6 دقائق في السنه، على الرغم من ان السنة. في السنه على الرغم من ان القارئ الاوروبي بتتعدى عدد ساعات قرايته 200 ساعه في السنه. انا شايف ان في زياده، بس بيقابلها ان مفيش دعم من الدوله في الحته دي بالذات. يعني معرض الكتاب دايما كان بيبقى فيه الحقيقه، وكانت فرصه مهمه جدا. أكيد. كان بيبقى فيه دعم الحقيقه للكتاب الجدد، كان ثمن الكتاب يعني بتشيل جزء كبير منه. أكيد. الدوله، لكن ده مش كافي. ده مش كافي، وده نموذج ناجح ليه ما نكررهوش؟ وهو بصراحه هو بدا ده يمكن يتطبق شويه. يعني انا بدات اشوف دلوقتي معرض القاهره الدولي اللي بيتجمع فيه سواء الكتاب من مصر ومن خارج مصر، وبدا يبقى فيه نموذج مصغر منه بيتعمل في مناطق، وده خطوه كويسه جدا ومطلوبه جدا. لكن لما نيجي نتكلم على ان التكلفه اصلا دلوقتي بقت عاليه بتاعه الكتاب وخصوص الفتره اللي فاتت، وده هيؤدي في الاخر ان الفئه بتاعه الطلبه مثلا ان هم مش هيقدروا يشتروا الكتاب. تفتكر المشكله تتحل من اولادنا الصغيرين؟ يعني في افكار جديده في عمليه اصلاح التعليم والتطور التعليمي اللي في مصر. انا شايف انه فكره انه المدرس او المدرسه يكون في حصه للقراءه كان زي زمان كده، زي زمان بالظبط، وكانت موجوده، كانت القصص دي بتشكل خيال الاطفال في السن البدائي. شايف ده ازاي وممكن يرجع ازاي؟ هو حضرتك النقطه دي بالذات اللي بتقولها هي دي اللي حببتني في القرايه عامه مبدئيا، ان كان فعلا في الكتاب اللي بنقعد نقراه على مدار الترم الفصل الدراسي، حببتني بعد كده ان انا انزل واشوف نموذج زي اللي انا قريته اقراه وانا صغير. ده ما افتكرش انه بقى موجود دلوقتي. هو اللي بقى عند الاطفال دلوقتي، انا اصلا مش حابب ان انا امسك كتاب المدرسه واقرا فيه. فانت هتخليني اروح انا بنفسي اخد القرار ان انا اشتري كتاب واقرا فيه؟ اكيد مش هاخد الخطوه دي. فهي اكيد بتتحل من السن ده، خاصه ان الدراسه عند الولاد مثلا في السن الصغيره انت بتعاقبه، مش عقاب. انت مش بتعلمه. فالقرايه هي يعني اسوا انواع العقاب الاختياري، انت بتخليه يختار نوع العقاب. اكيد ده مش هيحصل. اكيد احنا لو بدانا من المرحله دي ان احنا نحببهم في ده، وده مش دور مدرسه بس، انا على ما اعتقد ان ده دور هيكون دور البيت، ان الطفل من صغره يطلع شايف الاب والام القرايه عندهم نموذج عادي جدا. هو ده اللي بيحصل، هو ده الطبيعي، ان من صغرهم يبداوا يمسكوا الكتاب ويحسوا بيه. وده اللي انا بحاول فعلا اطبقه مثلا مع بنتي. ان من صغرها، من قبل فعلا ما كان سنها سنه ونص، انا بخليها تمسك، تجيب لها قصه ملونه، تجيب لها قصه ليها وتمسك الكتاب، وعارفه الكتاب بتاعي من الكتاب بتاعها. ودلوقتي ما تنامش غير انا عايز امسك الكتاب واشوفه. ممكن ما تكونش فاهمه، بس هي بقى عندها التعلق بفكره الكتاب. طيب. فاكيد ده هيفرق كتير. بالتاكيد كان في حوار ما بين المشاركين في هذا المجتمع عن الاستفاده اللي استفدتوها. يعني اهم الخطوط اللي طلعتوا بيها من هذا المعتكف، هو لحد دلوقتي احنا تقريبا كان في ثلاثه معتكف كتابي، ثلاث مراحل. احنا المعتكف الكتابي الاول اللي انا كنت فيه ده كان اول مره يتطبق، بعد كده حصل المعتكف الثاني والثالث، ولسه كل شهر بيتعمل معتكف. كل مره احنا بنسميها العيله. هي العيله بتكبر. احنا كنا الاول حوالي 12، دلوقتي احنا داخلين في 30. احنا بنتجمع دايما كويس قوي، على طول في تواصل مستمر، على طول بنعرض اللي احنا التقدم بتاعنا في الكتابه،
انا يمكن عشان انا كنت بكتب الروايه من قبل ما دخلت المعتكف، يمكن انا كان ليا الحظ ان انا اكون اول حد نشرت حاجه، نشرت الكتاب نزل الحمد لله بقاله اسبوع وموجود في اللي المكتبه هو اللي معانا ده بالظبط. اسمه ايه؟ ولنا في الفراق حياه. الفكره العامه بتاعته والاسم عامه هو اتغير بعد ما دخلت المعتكف، الاسم ما كانش كده. بس هو دخلت المعتكف خرجت لقيت ان الاسم نفسه بيتغير. الفكره سريعا بتاعته هي بتدور حوالين المفهوم بتاع الفراق، ان بطل الروايه بيواجه مراحل مختلفة من الفراق، الفراق ليه أشكال وألوان مختلفة، بس هو في الآخر كله وجع وألم. صحيح. سواء بحد مات، سواء بحد إحنا كان نفسنا نبقى معاه وما قدرناش وظروف منعتنا، أو إن إحنا نفسنا نوصل لدرجة إن إحنا بنفارق نفوسنا. أنت هنا بتحكي عن الإحساس ولا عن الموقف بتشرحه ولا إيه بالظبط؟ الموقف بيتشرح والإحساس الناتج عنه. سواء لبطل الرواية أو للأشخاص اللي موجودين في الرواية معاه، بس هو الفكرة إن هو بيوصل في الآخر للمعنى. وده كان اكتر ناس بتستغرب من الاسم، ازاي يكون لينا في الفراق حياه؟ الفراق اللي كله الم ووجع وموت وزعل، ازاي يكون ليا في لانه حياة؟ احيانا كمان بيدينا درس بنتعلم منه، هو ده، وهو الاعتماد على النفس. ده في اغلب الحالات يعني انه كده. ما تتعلقش بحد، انك ما تكونش شايف انه الحد ده انا من غيره مش هقدر اعيش عليا حياته وهكذا. يعني مهما كان درجه قربه على فكره، يعني انا بتكلم هنا انا وصلت لاقصى انواع الفراق. سواء فراق الاب او الام او ممكن الابن، وده يمكن من اصعب انواع الفراق. يمكن بعد كده الاقلهم انك بتحب واحده ومش عارف تكون معاها، وده فراق. خليني اخد الجزء الايجابي في هذه القصه. بحييك وبالتوفيق ان شاء الله. بشكرك. واللي عايز يتواصل معاكوا في هذا المعتكف يعمل ايه سريعا؟ المعتكف الكتابي هو ليه صفحه اسمها المعتكف الكتابي لكاتبه هدى انور على الفيسبوك. يقدر ان هو يدخل، بنزل عليه دايما كويس الميعاد بتاع المعتكف اللي جاي. اللي عايز من حضراتكم وشايف ان الفكره عاجباه، واتمنى انه يكون في اخر اليوم كده، معرفش هتتعمل ازاي، انه الام او الاب يحكي قصه لابنه الصغير قبل ما ينام. القصه دي بيفضل يفكر فيها، بيتخيل حاجات، بتوسع مدارك، ده بيفيده كمان في العمليه التعليميه، ده شيء مهم جدا. بشكركم. خلصت كده حلقه النهارده من مصر جميله. شكرا جزيلا للكاتب والروائي الاستاذ محمود فريد. شكرا، نورتني يا فندم في مصر جميله. مصر جميله هتفضل جميله وستظل باذن الله الى ان تقوم الساعه. مصرنا الحبيبه من اجمل بلاد الدنيا. الى اللقاء.